السلام عليكم يا جماعة، إن شاء الله هنكمل ليكتشر 6 اللي هي بقية الإيه البروجكت ريبورت. كنا وصلنا لحد تشابتر 1 إنتروداكشن، بيبقى فيه مقدمة عن المشروع بتاعي. خلاص تشابتر 2 ممكن يبقى باك جراوند، ممكن لو الباك جراوند مش محتاجة يعني حاجة معروفة أدخل بقى في الأناليسيس براحتي. فشابتر 2 بيبقى اسمه اللي هو بيجي بعد الإنتروداكشن، بعمل كده زي فاصل ما بين كل شابتر والتاني، هيبقى ورقة بيضة كده في النص مكتوب فيها اسم الشابتر، رقم الشابتر شابتر 2 وكولوم واسم، تمام. وابدا الكونتنت بتاعت الشابتر في الصفحة اللي بعديها، وقلنا بطبع على اي 4 وكل ورقة ايه وش بس. خلاص وارد ان الاي ار دي تبقى كبيرة، ودي اي ار دي بطبعها على اي 3 مفيش مشكلة واتنين، لكن كل الكتاب بتاعي اي 4 وش بس مش وش وضغط، تمام يا جماعة. فهيبقى عندي فاصل بعد شابتر 1 شابتر 2 كده في النص وكولوم واسم. والله بقى كان باك جراوند طبعا يعني يفضل، مش زي الاكزامبل بتاعي ده يبقى في باك جراوند عن الموضوع. والله لو مشروعي مثلا عن خاص مثلا بالمستشفى، يشرح لي بقى اقسام المستشفى، مين الان بيشنت مين الاوت بيشنت، لو في عيادات، الاتش ار عامل ازاي، شؤون العاملين، المرضى، يديني فكرة كده، لأن أنا مش شغالة في مستشفى فمش عارف، فلازم يبقى فيه إيه توضيح عن الموضوع. فالمهم شابتر 2 بيجي بعد شابتر 1، تمام. اسمه بيعكس إيه الكونتنت بتاعه. لو الأجندة بتاعتنا بقى بالنسبة للليكشر بتاعت النهاردة، هكمل بقى شابتر 2 والله كان باك جراوند، شابتر 3 كان الاناليسيس، شابتر 4 كان الداتابيس ديزاين، شابتر 3 4 كان الداتابيس ديزاين، شابتر 5 كان الكونكلوجن، وهكذا هكمل في الايه في المسيره بتاعتي، تمام. لو اتكلمت عن الايه اللي هي في صوره المسيره بتاعتي في صوره شبكه، مش حاجه بتتكتب كده من غير شابتر، خلاص. الحاجه الوحيده اللي بتتكتب كده من غير شابتر اللي هي الايه الريفرنسز والمقدمات اللي شفناها في الاول اللي هو الابستراكت. وشوفنا بقى الليست، كل الليستات بتاعتي ليست اوف ابريفيشن قبلها الايه التيبلز والفيجرز وهكذا. ما فيش حاجه بتتكتب كده من غير ايه، مش تحت فصل، مش تحت شابتر. لو اتكلمنا عن الفورمات بتاع الكتاب زي ما اتفقنا بالنسبه للاجنده بتاعتي بتاعت الليكتشر دي، ابدا ازاي؟ خلاص اللانجوج بتاعي لازم اتشيك الجرامر ايه ميستيكس، تمام. دي مش اللغه الاصليه، مش المذر لانجوج، فايه اخلي بالي من الجرامر. لازم الايه الفيرب يبقى يتبع السبجكت، تمام. هل الجمله كومبليت؟ هل فيها ايه سبجكت وفيرب واوبجكت، تمام. وهل الفيرب ماشي مع السبجكت؟ طيب الفوكاب كويس، مفيش تكرار، مفيش كلمه ايه ناقصه، مفيش فكره واقعه، او بلاش الافكار هنا، احنا بنتكلم على الجرامر على اللغه، البانكتويشن الكومه والسيمي كولون، تمام، والنقطة. خلاص اتفقنا ان الشكل بتاعي في هيئة باراجرافات، كل باراجراف بداية كل باراجراف لازم يبقى ملحوظ. انا ببقى داخلة شوية كده ببقى عاملة زي تاب او اندنت جوه شوية، او الحرف كابيتال. الباراجراف قلنا ايه من 3 لـ5 سطور، تمام. كل جملة بسيطة، ما بقاش كله جملة واحدة، في نقط كتير في الباراجراف، تمام يا جماعة. خلاص كل باراجراف يحتوي على فكرة بت ايه بتبعتني للباراجراف اللي بعده، او بت ايه بترتب لي افكاري للفكره اللي بعديها، او بري ريكويزيت للفكره اللي ايه الفكره الباراجراف اللي قبل كده، بري ريكويزيت للايه الباراجراف اللي بعد الفكره اللي جايه. يعني كاني ببني عماره كده، ببدا من الدور الاول بعدين الدور الثاني وهكذا. خلاص ما يبقاش فيه تكرار، ما يبقاش فيه حاجه واقعه، ما ابنيش الدور الثالث قبل الثاني، يعني لازم يبقى ايه الموضوع كده متسلسل. اخلي بالي من البانكتويشنز، الكومه ليها رول مشهوره قوي في الايه في الجرامر، تايب تايبوجرافيكال ايرورز بقى، واللي هي الايرور الاخطاء الايه اللي هي خاصه بالسبيل تشيك، الاخطاء الاملائيه نخلي بالنا منها طبعا، الكمال لله وارد اكيد هيبقى في اخطاء، بس نحاول قدر الامكان نقلل الاخطاء، نراجع مع بعض، نجيب حد عندنا مثلا في عائلتنا بيراجع، في الجامعه ناس بتراجع الحاجات دي الجرامر والسبيلنج ميستيكس، تمام يا جماعه، عشان قدر الامكان يبقى شكل الريبورت لائق بالمشروع الممتاز اللي احنا عاملينه. خلاص احنا اتفقنا دايما الريبورت انعكاس المشروع، اكيد ما فيش مشروع هيبقى حلو الريبورت بتاعه وحش، ما ينفعش، تمام يا جماعه.
طيب انا يبقى انا هخلي بالي من الجرامر ميستيكس والسبيلنج ميستيكس، تمام، وافكاري، ترتيب افكاري. طب ابدا ازاي؟ زي ما عملنا برين ستورمينج وعملنا قعده وعملنا بلاننج اصلا للمشروع، هنعمل برضو بلاننج لايه، لكتابه الريبورت. يستحق ان احنا ايه نقعد وايه ونعمل له بلاننج ونرتب له ونخطط له، تمام، زي ما بنخطط كده للخروجات والفسح، نخطط برضو للايه، للريبورت. اتفقنا بيبقى عليه لحد السنه اللي فاتت كان ايه 20 درجه، فمهم. خلاص نمسك كل شابتر يا جماعه. الشابتر ده هنتكلم فيه عن ايه؟ خلاص يبقى هو ده ايه، نديله اسم. طيب ايه الافكار اللي هنتناولها جوه الشابتر ده؟ هنبدا نحدد ايه السكاش. طب الفكره دي ممكن تتكسر لمجموعه سكاشن، يبقى هنا ايه مجموعه يعني افكار صغيره اللي هي سب سكشن، وهكذا. تمام، ابدا منين؟ قال لك ابدا من الايه، من اسهل شابتر بالنسبه لك. والله لو اسهل شابتر بالنسبه لك الاي ار تي، خلاص ابدا منه، الدياجرامات ابدا منه. خلاص زي ما ايه بيبقى عندي مذاكره في مواد صعبه ومواد ايه خفيفه على قلبي، ببدا بالسهل عشان احس ان انا ايه عملت اتشيفمنت وتديني بوش ان انا اعمل الايه المواد التقيله. خلاص هنكتب افكارنا، قلنا خاصه بكل شابتر، موضوع يستحق، تمام، وايه وبنملى الافكار دي زي ما كنا بنعمل في التعبير زمان. واكيد هعمل اكتر من فيرجن، مفيش حد بيكتب من اول مره يعني، مفيش. خلاص في ناس بترقمه فيرجن 1 فيرجن 2، في ناس بترقمه بالويكس او بالايام على حسب انتوا بتغيروا كل فتره قد ايه عشان تحسوا برضو بالانجاز، تمام، وعشان مفيش حاجه تضيع. ممكن حاجه ايه اغيرها خلاص اقول لا لا والله ده انا كنت محتاجه الجزئيه اللي انا شلتها، فارجع للايه كاني بعمل ارشيف عندي، ارجع للايه الفيرجن اللي قبل كده اخد منها جزئيه دي. تمام يا جماعه، ما يبقاش عندي نسخه واحده، اكتر من نسخه، لو حاجه احتجتها ارجع لها. تمام، لو في حاجه مضايقاني مش عارفه اكتبها، واقفه معايا سيبها 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 وهنرجع لها. يعني هي طول ما هي واقفه خلاص انا مش هقدر اكمل، احس ان انا ايه الحته دي مش كامله، الحته دي انا فاشله فيها، فايه اسيبها وابدا بشابتر تاني وهبقى ارجع لها تاني، ما يجراش حاجه. تمام، دايما عندي درافت زي ما اتفقنا، ودايما عندي شباتر. بعد ما اكتب جزئيه او شابتر او حتى الريبورت كله اقفله واسيبه كده يومين وارجع اقرا تاني. ليه؟ لان يعني انت لو قريته بعد ما كتبته على طول، انت بتقرا يعني علميا كده اروح انك بتقرا اللي انت عايز تكتبه، اللي في دماغك مش اللي مكتوب. عينيك يعني بتقرا اللي فين؟ اللي في دماغك، اللي انت عايز تكتبه. اللي مكتوب ده ما بتاخدش بالك منه. ليه؟ لان انت اللي كاتب، مش بتقرا بعين ناقده. لكن لو عايز تقرا بعين ناقده سيب الريبورت ده، واحنا كلنا اتفقنا عندنا زهايمر، يومين ثلاثه كده وافتح واقراه، هتقرا بقى اللي مكتوب، الايرورز هتبان، الميستيكس كلها ايه هتظهر. تمام، خلصت وعملت البارت بتاعي، كتبت وسبته والحمد لله جالي زهايمر فنسيت وقريته تاني وعدلت، ابدا ادي للايه اعضاء الفريق بتاعي، كل واحد يقرا حاجه التاني. خلاص اطمننا ان الشابتر ده تمام، راضيين عنه بنسبه كبيره، نبدا نديه مين؟ للمشرف بتاعنا. ده دوره، ده دوره ان هو يراجع، ده دوره ان هو ايه يعمل ايه كريتيك، ينقدنا، ده دوره ان هو يظبط لنا ويزود لنا ويدينا حاجه مثلا عنده شكلها ايه هو راضي عنها، نعمل حاجه شبهها، مش كوبي يعني، شبه الموضوع ده. لازم يدينا نصايحه، لا والله اكتبوا الشابتر ده كده، لا والله الجزئيه دي ملهاش لازمه، ده دوره. خلاص يبقى نبدا ايه نبدل مع بعض. في بتبقى ايه تيمز ظريفه، تيمز مختلفه بمشاريع مختلفه وعندهم وقت وما بينقلوش من بعض، بيبدلوا وينقضوا بعض، دي بتبقى حاجه ظريفه جدا. تمام يا جماعه، بالنسبه بقى هنتكلم على الهيدنج. احنا اتفقنا الشابتر بيبقى ليه رقم وليه عنوان، ده بيبقى الهيدنج بتاعه 16، تمام، بعد كده الايه ده عنوان الشابتر. بدايه بقى السكاشن بتبقى اصغر بقى من 16، مثلا 15 14 وهكذا، بتتدرج بقى السب سكشن لحد ما اوصل للتكست اللي انا بكتبه بيبقى مش اقل من 12. يبقى الهيدنجز عندي من ايه، من مثلا ايه 12 ونص لحد مثلا 15 ونص، لو هكسر بقى السكشن وسب سكشن وسب سكشن، المهم ما يبقاش اقل من الفونت اللي انا بكتب بيه، ما يبقاش عنوان اقل من الفونت اللي انا بكتب بيه. ما هو عنوان يعني ايه، عيني هتقع عليه، حاجه مهمه عايزه ايه الفوكس يبقى عليه، ما يبقاش اصغر من اللي انا بكتب فيه، صح، وفي نفس الوقت الفونت اللي انا بكتب بيه اللي هو 12 احنا اتفقنا عليه ما يبقاش اصغر من التيبل، التيبل ده
السيلز اللي في التيبل دي المفروض تبقى اقل فونت عندي. تمام يا جماعه؟ فهو عاده في الكليه بيبقى الباراجرافات يعني بتتكتب فونت 12 تايمز نيو رومان. اوكي، العنوان التايتلز بتاعي بتاع الشباتر بيبقى 16. بيتدرج بقى الهيدنجز بتاعتي او السكشن والسب سكشن من ايه 15 ونص لحد 12 ونص، ما يبقاش زي الفونت اللي انا بكتب بيه. تمام يا جماعه؟ وطبعا الحاجات اللي هي فيها هيدنج او سكشن، عناوين سكاشن طبعا وعناوين شباتر بتبقى ايه بولد. وبعمل ايه لو من اكتر من سيلبس او اكتر من مقطع، بدايه كل مقطع بتبقى ايه كابيتال. خلاص بيبقى في بيبقى جاستيفايد بقى عشان يبقى ايه يعني ايه من يمين والشمال نفس الايه، ما تبقاش جزئيه داخله وجزئيه طالعه. خلاص، وايه تاني يا جماعه كنت عايزه اقول لكم، ان يبقى في ايه سنجل لاين سبيس. تمام، يبقى تايمز نيو رومان العناوين بتبقى بولد. خلاص، التايتل الكبير خالص بتاع الشابتر بيبقى 16. بقيت بقى العناوين السكاشن والسب سكشن وهكذا من اول 15 ونص لحد 12 ونص. الفونت اللي انا بكتب بيه الباراجرافات بيبقى 12. التيبلز اكتر حاجه اللي هو 10. تمام يا جماعه؟ الريبورت ما بقاش اكتر من 70 صفحه. لازم الباراجرافات تبقى ملحوظه، ان انا بدخل ايه السطر كده ايه ناحيه ايدي الايه اليمين لجوه شويه، وببدا اكتب اول حرف بيبقى كابيتال، اعمل اندنتيشن او بدوس تاب يعني. خلاص، اتفقنا كل شابتر بيبقى مترقم على اساس الترقيم ده بيتحط في التيبل اوف كونتنت لو انتوا فاكرين. بعمل زي فواصل ما بين الشباتر اللي هو اسم كل شابتر في نص الصفحه كده، الشابتر ورقمه وكولوم واسم، دي بتبقى صفحه بيضاء بس ما فيهاش الا في النص الكلمه دي، كلمه شابتر وسبيس ورقمه وكولوم واسم، وابدا بقى الكونتنت او محتوى الشابتر ده في الصفحه اللي بعدها. خلاص، بطبع على ايه وش بس، مش وش وظهر. تمام، الهيدنج اتفقنا بولد ولازم يبقى فونت اكبر من التكست اللي بكتب بيه عاده، واقل من الايه من التايتل، يعني بيقول لك مثلا 14، يعني انت معاك من 15 ونص لحد ايه 12 ونص اللي هي العناوين. والهيدنج برضو برقمها، يعني هو لو شابتر 1 او شابتر 2 اول سيكشن فيها بقى ايه 2.1، خلاص اللي بعديه 2.2 2.3، وكل حاجه مرقمه، السكاشن اللي جوه الشابتر، الفيجرز اللي جوه الشابتر، اللي تيبلز اللي جوه الشابتر، مش حاجه ايه ملهاش توصيف بالترقيم خالص، مش موثقه بالترقيم. الهيدنج شود بي نمبر سيكونشالي يوزنج ذا ديسمال نوتيشن ريفيكسد ويز ذا ايه شابتر نمبر، يعني رقم الشابتر دوت وعداد بقى. تمام، نفرض ان انا عايز انزل تحت السكشن ده اكتر، اوضح حاجه اكتر، يبقى رقم الشابتر دوت رقم السكشن دوت السب سكشن بقى اللي تحت معاك برضه من واحد لان لكل سب سكشن. عايز انزل اكتر 1.1 وهكذا. برضه السب هيدنج ده should be font size not smaller than the normal text، لازم يبقى برضه عشان ده عنوان، رغم ان هو سب عنوان لكن هو عنوان في حد ذاته، فلازم يبقى اكبر من الفونت الحاجات الباراجراف اللي جاي تحتيه، اكيد مش هيبقى اصغر. خلاص، ما يبقاش اكبر من الايه الفونت اللي هو فوق، يعني الفونت اللي هو سب هيدنج ده اصغر من الهيدنج بس اكبر من الباراجراف اللي تحت. تمام يا جماعه؟ لو هنزل سب سب هيدنج نفس الحكايه، الجنرال رول برضو ان الفونت سايز ما يبقاش اكبر من الهيدنج بفور ات، ويبقى ما يبقاش اصغر من الكلام اللي جاي تحتي. تمام، البيج فورماتنج زي ما اتفقنا، البيج شود بي فورماتد ان ا كونسيستنت واي، يعني ما يبقاش كل صفحه حاجه غريبه، لا كله ايه كونسيستنت زي ما اتفقنا. البروجكت ماست بي برينتد اون اي 4 سايز بيبر، ما عدا بس يسمحوا بالاي ار دي لما بتبقى كبيره على اي 3 وبنثنيها. البرينتنج ليزر برينتر طبعا هاي ريزولوشن سنجل فيس اي بيج او سنجل بيج بيس. لو اتكلمنا على اخر شابتر، طبعا الشباتر ما بين الانترودكشن الاخير براحتكم سموها براحتكم. تمام، اهم حاجه كل شابتر لازم يحتوي كلمه شابتر ورقم وكولوم واسم، والاسم انعكاس للمحتوى زي ما اتفقنا. برضه هنيجي على الشابتر اللي هو الاخير اللي هو الانترودكشن، والله كان خمسه كان براحتكم، عشان كده انا كاتباها ان اسمه كونكلوجن اند فيوتشر، تبقى ورقه كده فاصله في النص بيضه بكتب بس فيها ايه شابتر ورقمه، انا سايباها ان علشان على حسب الشباتر اللي قبليه ده ترتيبه بعد، يعني هيجي ترقيمه
على حسب الايه الشابتر اللي قبله، على حسب كل مشروع والتاني يعني، بس بيبقى اسمه ثابت اللي هو conclusion and future work، واسيب الصفحه كده مفيهاش اي حاجه، بس في النص الاسم اللي انا قلت لكم عليه هو conclusion and future work، وابدا اتكلم على ال conclusion and future work في الصفحه الايه اللي بعديها كانها فاصل. طيب بالنسبه للشابتر اللي هو conclusion and future work، معناها ايه conclusion؟ معناها استنتاجاتي. خلاص استنتجنا ايه بقى من المشروع ده؟ طيب بيقول لك الكونكلوجن بتختلف عن الابستراكت. لو تفتكروا الابستراكت اللي احنا قلنا اسمها ايه؟ ميني ريبورت، بيبقى فيها برضو جزئيه عن الكونكلوجن بس بايجاز. هي الابستراكت فيها من كل شابتر جزء بس المختصر المفيد، قلنا ان هي نص صفحه بالكتير، صفحه يعني نص صفحه لصفحه مش اكتر من كده، فيها مختصر مفيد عن الريبورت اسمها ميني ريبورت. يعني ممكن الواحد يقرا الابستراكت يفهم المشروع ده ماشي ازاي. تمام؟ المهم نرجع للكونكلوجن، هي مختلفة عن الكونكلوجن انها فيها رغي اكتر، كلام اكتر، انفورميشن اكتر. تمام؟ يعني التعليق بتاعي او استنتاجي افسره اكتر، اوضحه اكتر. خلاص؟ يقول لك you should include a concise version of your discussion. احنا بنطلع نتيجة خلاص؟ وابدا ايه؟ ادسكاس النتيجة دي relative للobjective اللي انا ايه؟ قايلاها، والله انا حققتها ما حققتهاش، حققت بنسبه قد ايه وهكذا، واطلع من الدسكشن بتاعي ده بايه؟ باستنتاج. هو ده الاستنتاج، هايلايتنج وات يو هاف فاوند اوت، وات بروبلمز يو هاد، ايه المشاكل اللي انت مريت بيها، وات مايت بي دان ان ذا فيوتشر، انت المشاكل مريت بيها ايه؟ حليتها ازاي؟ طيب لو عايز ايه تكمل المشروع في الفيوتشر هتعمله ازاي؟ وهكذا. تمام؟ you should also indicate how the اللي هي الجزئية دي how the investigation could usefully be a continue. في ناس بيحطوا conclusion and future work في section واحد، وفي ناس بيفصلوهم conclusion لوحده، بتكلم عن النتيجة اللي أنا وصلت لها بصورة مفصلة أكتر، بمعنى إن أنا ببدأ أتكلم على يعني حققت قد إيه في الأوبجيكتيفز، وأبدأ أرغي أو أفصل أكتر انا فين خلاص بالنسبه للاوبجكتيف بتاعي، واستنتاجي عن الموضوع ايه، خلاص ايه المشاكل اللي واجهتها وتغلبت عنها ازاي، ده جزء. وبعدين ابدا اقول لو انا هكمل في المشروع ده ايه الاعمال المستقبليه ليا، مثلا بالنسبه لمشروع التخرج لو انا مثلا عامله ديسك توب، ممكن اقول مشروع يعني الاعمال المستقبليه للمشروع بتاعي ان انا اعمله ويب او اعمله اندرويد، خلاص لو هو ويب ان انا اعمله اندرويد، لو وهكذا. يعني عايز لو حبيت اكمل مشروعي ده بعدين هكمله ازاي؟ خلاص هيبقى في صوره ايه؟ اكيد يبقى ايه؟ بيبقى فيه ابجريد شويه، زي ما بيبقى مثلا كل شويه بينزل اصدار ويندوز او بينزل اصدار اوفيس، دايما بيبقى الاصدار ده مختلف عن اللي قبله، حلوا المشاكل اللي قبل كده وعملوا حاجه جديده، ايه الجديد؟ ايه الاضافه؟ تمام؟ فالشابتر كونتنت بالنسبه لايه للكونكلوجن اند فيوتشر ورك، دي السكاشن اللي جواه. واحد الكونكلوجن بتاعي استنتاجي بصفه عامه، ايفالويشن اشوف بقى ايه كل حاجه وصلت لها، وصلت لها ازاي، طب ايه الليميتيشن اللي قابلتني او ايه الديفيكولتيز اللي قابلتني، طب انا حليتها ازاي، طب انا حققت قد ايه من الاوبجكتيف، طب ده يبقى فين بالنسبه للايمز. تمام يا جماعه؟ بيبقى برضو ايه باراجراف او تو، شوية رغي كده، دي الأفكار بتاعتها، أنا وصلت لإيه؟ طيب إيه المعوقات اللي قابلتني؟ تغلبت عنها إزاي؟ أنا فين من الإيه؟ من الأهداف، تمام؟ وسيكشن تالت خاص بالفيوتشر وورك، يعني إيه؟ لو حبيت أكستند المشروع بتاعي، لو حبيت أكمل المشروع بتاعي، لو حبيت لو سبت المشروع ده وكملته مثلا السنة الجاية، إيه الإضافة اللي حضيفها له؟ تمام؟ ممكن الليميتيشن اللي قابلتني دي اتغلب عنها بصوره مختلفه عن اللي انا ايه وصلت له، او لو حطيت افتراضات معينه assumption، لا انا ايه محتاجه بقى لو هكمل في الفيوتشر ده الموضوع يبقى اصعب، اشيل الاسامبشن الفرضيات اللي انا حاطاها. تمام؟ في ناس بتقسمها لكده بثلاث سكاشن، conclusion evaluation وفيوتشر ورك، وفي ناس لا بتقسمها conclusion وفيوتشر ورك وبتحط الايه الايفالويشن مع الكونكلوجن. تمام يا جماعه؟ بعد كده بتيجي الورقه، مش شابتر ده، ورقه خلاص مكتوب فيها ريفرنس كده في النص كفاصل. خلاص تمام يا جماعه؟ دي عباره عن ايه؟ ليستة الايه المراجع بتاعتي، ريفرنسز، ما هي الشابتر، مش يعني لو البروجكت 7 شباتر تبقى شابتر 8 ريفرنس، غلط.
هي اسمها ريفرنسز مستقله بذاتها، ملهاش دعوه بالايه، بالشباتر، بمعنى ان انا مش هلاقي باراجرافات، مش هلاقي ايه كلام رغي، لا ده هيبقى مراجع، ليستة مراجع. تمام. طب انا ليه بعمل سيتيشن او ليه بحط الريفرنس؟ ليه؟ ايه اهميتها؟ ما مش لازم يا جماعه، ايه اهميه الريفرنس؟ وجع دماغه خلاص. قال لك لا، واي دو وي سايت؟ قال لك عشان ندي كريدت لمين؟ للشخص او الاشخاص اللي سبقونا، خلاص اللي خدنا منهم المعلومه، اللي كملنا عليهم. تمام. وبرده بيوثق مشروعنا، بيوثق فكرتنا، بيوثق الماجستير بتاعتنا، بيحسس الناس ان احنا واقفين على ارض فعلا حقيقيه، دي فعلا مشكله، فعلا في ناس قبلينا اشتغلوا فيها، مش خيال علمي يعني، فعلا مشكله. خلاص هي to strengthen our argument and make it more likely that our points will be accepted. وكمان ده بيدينا ثقه مننا في نفسنا، يعني نقطه تانية من وجهه نظر الناس اللي بيحكموا، ان انتوا واقفين على ارض صلبه وفعلا مشروعكم ده مشروع، وبالنسبه لكم انتوا بيدوكوا ثقه في نفسكم ان المشروع ده او ان البحث ده فعلا مشروع يستاهل وتقدروا تدافعوا عنه. تمام. وعلشان هديسكاس الكرنت ايشو ان ذا فيلد، عشان اتكلم ايه الاعمال الايه اللي كانت شغاله في الايه، في السكوب بتاعي او في المشروع بتاعي او في البحث بتاعي، اتكلم عنها. خلاص. وانا فين من الابحاث دي؟ مكاني فين؟ والله كملت بعديهم، حليت حاجه من اللي هم عاملينها، لا ده انا سبقتهم، لا ده انا ما وصلت، انا فين منهم؟ خلاص. وبرده علشان الريدر القارئ ممكن يحب يوصل للايه، للجزئيه دي بتاعه مؤلف قبل كده اوثر حضرتك، ايه تكون السبب ان هو ايه لوكيت ويريد الاوريجينال سورس، عايز يرجع للمرجع الاصلي. خلاص مش يعني عايز برضو ايه، جات له فكره معينه من المرجع اللي حضرتك واخده من فيو تاني، حضرتك كنت سبب ان هو ايه يوصل للمرجع الاصلي، الاصلي ويكمل عليه من وجهه نظر تانية او بتكنيك مختلف. خلاص. طب لو انا ما عملتش ايه سايتيشن، ايه الكونسيكونس، ايه النتائج؟ قال لك الفايده بتاعت السايتيشن بالنسبه للكاتب هتختفي. خلاص. يبقى الايه الاوثر اللي انا واخده منه المفروض ده بيبقى عنده كريدت، دي بتبقى الجورنالز بتعدله كام واحد رجع للايه البيبر بتاعتك، او كام واحد قراها، او كام واحد كمل عليها، او كام واحد حطها في الريفرنس ليست، راحت الفايده دي. والفايده مثلا ليا كواحد بيقرا المشروع بتاعكم او البيبر بتاعتكم او السيزيس بتاعتكم، راح يعني. انا لو عايز اعرف المرجع ده او جايب الفكره دي منين، مش هعرف اوصل، انت شلت من عندي الايه البينفيت دي، الفايده دي. خلاص. وبعدين لما ما بعملش سايتيشن او السايتيشن بتاعي ما بيبقاش كامل، او في حاجات اقولها وحاجات ما اقولهاش، ده يؤدي لحاجه اسمها بليجرز، دي حاجه معروفه جدا في الابحاث اسمها ايه، الاقتباس. وفي دلوقتي سوفت وير بتجيب نسبة الاقتباس قد ايه، وجايب السطر ده منين، بتلوكيت البيبر كمان. خلاص يا جماعة. طيب الريفرنس بيسموها ريفرنس او بيبليوجرافي، مكانها فين؟ مكانها في الاخر، اللي هي الليستة في الاخر، لكن جوه احنا اتفقنا ممكن اشوف البراكتس بتاعت الايه الريفرنس اللي هي بيسموها سايتيشن، اللي هو سكوير براكتس كده وجواه رقم بيريفير ايه لمرجع موجود في الليسته دي، في الريفرنس اللي انا واقفه عندها دي اللي هي موجوده في الاخر. خلاص. ولازم لسته المراجع دي بتبقى مكتوبه بشكل ستاندرد تبع المكان اللي انا بنشر فيه او بقدم فيه الريبورت بتاعي او بقدم فيه البحث بتاعي. خلاص. مكانها فين؟ مكانها في الاخر. طيب مترتبه ترتيب ابجدي باسماء الاوثرز او المؤلفين بتاع البحث او الشغل او الكتاب. خلاص. طيب والله اوقات برتبهم ابجدي من ايه للزد او من الزد للايه، برضو على حسب الفورمات بتاع المكان. خلاص. انا بريفير لايه او ايه المراجع اللي برجع لها او محتاجه احطها كليسته في الاخر، كتاب، جورنال، بيبر في جورنال، بيبر في كونفرنس زي الكونفرنس بتاع الكليه ده، سوفت وير معين. تمام. رساله، كل دي ايه حاجات انا بايه بريفير ليه. في حالتنا مثلا ممكن اريفير لكتاب الايه الداتابيز بتاعي، كتاب السوفت وير انجينيرنج بتاعي عشان اليو ام ال، الاوبجكت اورينتد برضه عشان الدياجرامات بتاعت اليو ام ال، اي سوفت وير. تمام. دي كلها ريفرنس هتبقى موجوده في المراجع. خلاص. يقول لك ريفرنس طريقه كتابتها ازاي، يبقى اتفقنا انها بتترتب ابجدي ريلاتيف لايه،
لأسماء المؤلفين، مش لأسماء للكتاب ولا اسم الجورنال ولا اسم الكونفرنس، لا اسم المؤلف. خلاص يبقى لو نسرين مثلا نشرت في مؤتمر المعهد، خلاص برتب نسرين خلاص على حسب ايه الاسم، مش على حسب مؤتمر المعهد. تمام؟ طيب او البيبر بتاعتي يعني على حسب اسمي مش على حسب ايه اسم مؤتمر المعهد. الريفرنس ماست انكلود ا نمبر ان سكوير براكتس، زي ما اتفقنا بتبقى مترقمه. اوكي؟ والريفيرنج تو ايت انسايد ذا بادي اوف ذا ايه ريبورت، عشان اذكرها جوه. واهم حاجه في الريفرنس لازم تبقى اب تو ديت، يعني احنا مثلا ايه داخلين على 2021 اهو، يعني ما بقاش ايه الاقي ريفرنس من 2000 ولا 2005، يعني بالتالي اقدم حاجه مثلا ايه 2000 وكام يا جماعه، يعني ما بقاش قبل 2010، يعني خلاص بقت قديمه. خلاص بالنسبه للكتاب احنا برضو كنا ذكرنا الموضوع قبل كده، انا محتاجه اسايت مين او اذكر مين في الريفرنس بالنسبه للكتاب، التايتل بتاع الكتاب، الاوثر قبل التايتل طبعا عشان هو على اساسه برتب الترتيب الابجدي بتاعي اللي هو المؤلف، الديت تاريخ النشر بتاعه، الاديشن الاصدار، لان بيبقى مؤلفين بينشروا اكتر من كتاب اصدارات مختلفه، ليه بقى بيضيفوا حاجه جديده، بيشيلوا حاجه، اكتشفوا غلطه، يعني زي الفيرجن بتاعت الايه السوفت وير كده، والبابليشر الناشر ان الايه اللي نشر له الكتاب ده، وطبعا السنه، قلنا السنه دي ايه مهمه. فعندي اول كتاب اسمه اوبريتنج سيستم كونسبت بالدبل كوتس، ده اسمه، لاحظوا ان اسمه جه بعد المؤلفين، المؤلفين في الاول. خلاص وبيبقى بقى في حاجات ايتاليك وحاجات ايه بولد وحاجات قبليها كوما ودوت، دي على حسب برضو الفورمات بتاع المكان اللي انا بنشر فيه. هنا مثلا بنشر يبقى اسم العيله وبعدين اختصار لاسم الايه الفيرست نيم والايه والميدل نيم، يعني الاسم العيله بتاع سيلفر شوتس ده كوما بي دوت بي، ده الانيشال معرفش اسمه بيتر بقى ولا ايه، وبعدين ده الايه الميدل، وبعدين ده اسم العيله. لا انا اسفه يا جماعه، البي دوت بي ده خاص بجالفين، خاص بجالفين. خلاص اسم العيله فيه برضو اوقات على حسب برضو المؤتمر، على حسب الايه المكان اللي بنشر فيه، اوقات بيبقى اسم العيله الاول، انا اسفه، وبعدين الانيشال والميدل. هنا لا الانيشال والميدل وبعدين ايه اسم العيله، على حسب المكان اللي انا ايه ببعت فيه الايه الريبورت او بنشر فيه البيبر. طيب بالنسبه للارتكل او البيبر، خلاص يبقى هنا انا بالنسبه للبوك المؤلف واسم الكتاب والاديشن بتاعه رقم كام، الكتاب ده بيبقى فيه اصدار اول وتاني وتالت وهكذا، ومين الببلشر اللي نشره والسنه. بالنسبه للبيبر ايه بقى، بيبقى اسم الاوثر طبعا ده مهم وعلى اساسه برتب زيه زي الكتاب، بعدين اسم البيبر خلاص، والجورنال اللي انا نشرت فيه او المجازين اللي انا نشرت فيه، والديت زي ما اتفقنا مهم، وفي طريقة أرشفة للبيبر اللي هو فوليوم نمبر والبيج نمبر. تمام؟ بيبقى بينشروا البيبر كده في بروشور على حسب إيه كل يعني بيقسموا السنة، مثلا في مؤتمر بيقسم السنة أو في مجلة بتقسم السنة لأربعة إيه فوليوم، يعني كل 3 شهور بإيه بيعملوا إيه بينشروا، فبيقسموهم لإيه 3 4 فوليوم. خلاص؟ هنا نفس الحكايه، اسامي المشرفين في الاول، بعدين دبل كوتيشن اسم الايه البيبر، يعني هنا لو تلاحظوا اسم البيبر ما عملتهاش ايتاليك، هناك فوق في الكتاب كان ايتاليك، يعني وارد بتختلف. بعد كده ده اسم الايه الاسم المجله اللي نشر فيها، وده الارشفه بقى بتاعت البيبر اللي هو فوليوم 6 نمبر 1 البيج من كذا لكذا، يعني ده ترقيم الايه البيبر، يعني دي ايه 55 صفحه البيبر دي ما شاء الله كبيره، وايه كانت 2014. تمام؟ وبرده نفس الحكايه بالنسبه للايه للكونفرنس زي مؤتمر الكليه بتاعنا هنا، برده المؤلف في الاول اس دوت اي ميلونس، ممكن وارد ان تلاقوه ميلونس اس دوت اي، يعني على حسب الفاميلي نيم جه الاول ولا الفيرست والانيشال الاول، يعني بتختلف من ايه من مكان لمكان، واسم البيبر بتاعتي والكونفرنس. تمام؟ والكونفرنس ده كان تبع انهي مجله اللي هي مثلا اي تربل اي، والسنه وايه البيج نمبر. خلاص وارد كمان اعمل سيتيشن او احط ك جوه الليسته بتاعتي اوف ريفرنس اللي هي اليو ار ال، اللي هي الايه الويب سايت اللي حضرتك بتدخل عليها علشان ايه
تاخد منها معلومات، تاخد منها فيجر، تتعلم عليها كورس اونلاين، تتعلم عليها سوفت وير، كل ده بنذكر. تمام، فبذكر النيم اوف اورجانيزيشن لو قدرت، يعني الكومبليت يو ار ال خلاص، لو على اكتر من سطر بحط ايه باك سلاش واكمل السطر اللي بعده لو اليو ار ال كبير خلاص، والديت اوف اكسس زي الاكزامبل اللي انا حطاه تحت. طيب في عندي ده بالنسبه للليسته اللي في الاخر. طيب لو الريفرنس دي بقى ذكرناها جوه في الكتاب في الشابتر 1 و2 و3 لحد شابتر ان، هذكرها ازاي؟ بيقول لك عندك تو تايبس اوف سيتيشن او تو تايبس تو ريفير تو الريفرنس. ايه بقى؟ لو هاخد الكلام زي ما هو في البيبر او في البوك او المكان اللي انا هاخده منه زي ما هو، ما غيرتش حاجه من طريقه كتابه المؤلف كانها كوبي بيست، لازم اذكرها بين دبل كوتيشن او سنجل كوتيشن، ولازم احط الريفرنس ما بين سكوير براكتس الاوريجينال سورس، يعني هاز كوتيشن مارك يا اما سنجل يا اما دبل، واحط ريفرنس الاوريجينال سورس. ليه؟ لان الكلام ده مش بتاعي. وفي ناس بيقولوا مش اكتر من، يعني في مؤتمرات او مجلات بيقولوا مش اكتر من صفحتين وثلاثه، مش اكتر من ايه كلمتين، اسفه مش اكتر من كلمتين او ثلاثه من الاوريجينال ايه سورس، مش اكتر، اخد اكتر من كده. طب ايه الحل؟ ان انا اعمل فرافريز او ريفريز او اغير في الكلام. تمام، وبرضه هحط الريفرنس. ليه؟ لان الفكره مش بتاعتي انا، بس بغير في الكلام بس بوصل نفس الفكره. يبقى فرافريز with reference is substantial rewarding of an idea from another text. يبقى هغير واحط citation، هحط reference. تمام؟ جوه الريبورت inside the report we refer to the number of the reference. ده جوه الريبورت، بس الريفرنس اسمها citation. في الليسته ورا اسمها الريفرنسز. خلاص؟ لما اجي ريفير لبوك في جوه في الشباتر خلاص؟ بحطه ما بين ايه سكوير براكتس ريفيرنج لبوك paper website within the report، بحط square brackets ونمبر اللي زي الايه السكوير براكتس بتوع الاريه، بحط رقم الايه الريفرنس اللي انا جايبه منه الفكره دي. المفروض الرقم ده هو الرقم اللي في الاخر، عشان الريدر لو عايز يعرف معلومات عن الريفرنس ده يرجع للاخر هيلاقيه، هو يعني لو بص في الريفرنس هيلاقي الفكره فعلا جايه منه، بص في الريفرنس هيلاقي الايه الجراف ده والله اللي هو انترستد بيه جاي منه، التيبل ده جاي منه، ما يبقاش حاجه ده حاجه وده حاجه، لازم هو ايه ميرور لبعض. ما ينفعش احط سايتيشن بعد الفول ستوب، بعد في نهايه الباراجراف افتكرت ان الفكره دي جايه من ايه من بيبر معينه، فبعد الدوت بحط السايتيشن غلط، قبل الدوت. طب لو انا بسايت او بريفرنس الفكره دي جايه من اكتر من كتاب، يعني المؤلف ده انا ماشيه وراه والفكره دي يعني ذكرت في اكتر من بيبر، على حسب الستاندرد او الفورمات اللي انا ماشيه بيه، في ناس او في اماكن بنشر فيها ممكن هو سكوير براكت واحد واحط كل الارقام اللي انا ايه الفكره يعني ليتناولوا الفكره دي ما بينهم كوم، وفي ناس لا كل سكوير براكتس خاص بايه برقم، يعني 2 كوما وافتح سكوير براكتس ثاني 3 كوما 4. خلاص، في شويه نوتس عايزين ناخد بالنا منها. طيب هنتكلم بقى على شويه نوتس كده بالنسبه للايه الريبورت بتاعي. يبقى احنا كده المفروض غطينا كل الايه محتويات الريبورت بدايه من الايه الكفر بيج او التايتل بيج لحد الريفرنس. خلاص، في اوقات ناس بيحطوا بعد الريفرنس كودز، يعني جزء من الكودات بتاعتهم، مش شرط، في ناس بس مكانها فين بعد الايه بعد الريفرنس. السجشن بتاعتي ان احنا نخطط للريبورت زي ما اتفقنا، بنعمل بلان of what you want to say and how will this fit around the diagram or the graph you want to use. يعني لازم لو هحط جراف او diagram او تيبل يبقى ليه علاقه بالسياق اللي ماشي فيه، وطالما موجود لازم اذكره، ادسكس بقى في الايه باراجرافات الدياجرام ده او التيبل ده، ما يبقاش هبط من السماء كده فجاه، لا يعني ليه علاقه بالكلام وايه وادسكس اشرحه. Extend your plan to an your plan to an outline that include all the section heading you will need. في كل شابتر نعمل له قاعده نتناول فيه ايه ايه الافكار المفروضه جوه الشابتر ده المفروض تبقى موجوده، وتبقى عباره عن ايه سكاشن وملاه. Check through the outline to see the sequence is sensible and that nothing vital has been ignored. لازم أتأكد إن الإيه الأوتلاين اللي إحنا عملناه ده إن كل حاجة فيه إيه منطقية ومفيش إيه تفصيلة مهمة حصل لها إيه يا جماعة دروب، أو إن أنا إيه نسيتها، أو إن أنا إيه تجاهلتها. خلاص، يعني مهم
القعده بتاعه البلان للريبورت مهمه، فلازم اتاكد ان السيكونس بتاعي ايه معقول ومترابط ومتوافق ومفيش حاجه مهمه اتنست او تجاهلتها. خلاص ممكن نناقش الاوت لاين ده قبل ما نبدا نكتب مع ايه، حد مثلا من تيم تاني، ما زميل صديق، خلاص المشرف ده وظيفته برضه. خلاص نبدا نكتب ايه first full draft of the report، ولما هنعدل نسيب الفيرجن الاولانيه دي نسيبها، عشان الفيرجن الثانيه طبعا بيبقى فيه تعديل، وارد ان احنا نشيل جزء بعد كده احس ان انا محتاجاه ما ارجعش اكتبه، لا اخده، ما ده شغلي هاخد من شغلي، مفيش فيه بلاجيريزم، ده بتاعنا. خلاص ونبدا نكمل على الايه الفيرجنز اللي بعد كده. شيك ذا فيرست ستيب تو ايه كونسيستنسي، متناسق متجانس. الايرورز بقى زي ما اتفقنا نحاول نقلل قدر الامكان الجراماتيكال والسبيلنجز ايرورز قدر الامكان. فيجر حطيته ملوش لازمه، ما ذكرتوش، ملوش كابشن تيبل، ملوش هيدر، ما ذكرتوش، ملوش لازمه. خلاص الريفرنس مهمه حتى في الريبورت بتاعك، وده مهمه اللي هي الدوكيومنتيشن مهمه. خلاص السيتيشن ان انا الرقم اللي جوه هو نفس اللي ورا، كل ده. التيبل اوف كونتنت ارقام الصفحات، تمام، ليست اوف فيجر، ليست اوف تيبلز، كل الحاجات دي بتبقى اخطاء بدون داعي، ملهاش لازمه، وحشه في حقها. تمام ريفايز ذا درافت اند ريد تشيك انتل ايه ساتيسفاي، وكل ما اعمل ايه فيرجن جديده سميها اسم جديد واحتفظ بالقديمه، ما فيش حاجه بتترمي، كله موجود. خلاص بعد ما بنراجع مع بعض زي ما اتفقنا، بكتب حاجه واسيبها يومين ثلاثه، يجي لي زهايمر، افتكر اقدر اقرا اللي مكتوب مش اللي في دماغي، اخلص البارت بتاعي ده اديه لزميلي، وهكذا. احنا كلنا ايه مع بعض، احنا اتفقنا ايه كلنا ايه، كل واحد فينا ترس علشان ايه نطلع المشروع ده في احسن صوره. خلصنا بقى اللفه بتاعتنا على التروس كلها على اعضاء الفريق كلهم، نبدا نديه لمين؟ للمشرف. خلاص يا جماعه. طيب while planning خلاص pay attention to the following ايه points، ايه بقى الافكار اللي انا لازم اخد بالي منها، او ايه النقط اللي لازم اخد بالي منها. الباك جراوند اتقال كويس، الفرشه اتفرشت صح، خلاص. واحاول ايه يعني ايه، لان انا بقدم الريبورت ده للدكاتره برضو ليفل اوف ديتيلز ما يبقاش ايه نازل قوي ولا عالي قوي، يعني ايه خير الامور الوسط. خلاص الايمز او الاوبجكتيفز قلتها، خلاص البروبلم ديفينيشن اهميه المشروع بتاعي، ايه الفانكشن اللي انا بغطيها. خلاص لو في اي بقى بيزك كونسبتس برضو تتذكر. خلاص الفانكشن زي ما اتفقنا، الداتا اللي ليها علاقه بالموضوع او الجراف او كل الكلام ده قلناه، او التيبلز لازم تبقى موجوده، حاجه ملهاش لازمه ما تتحطش. خلاص حاجه ليها سنس او ليها ايه علاقه او ليها ايه مهمه لمشروع، مش بملى صفحات، لا ما ينفعش يا جماعه الكلام. خلاص النتيجه النهائيه لازم تبقى باينه وواضحه، ده مجهودنا نبينه ونبرزه. خلاص والجي او اي يعني يبقى ايه الوان متناسقه اشكال حلوه، تمام يا جماعه. if computer code was used or written give details of the check. لو حضرتك قررت ان انت ايه، او حتى لو ما كتبتش الكود او عامل فاليديشن فورمه وعامل لها فاليديشن، انه لازم اليوزر ما يطلعش من الصفحه دي الا لو اليوزر مالي الايه كل الايه الفيلدز الموجوده، ولو فيلدز مثلا محتاج يتكتب نمبرز مش حروف ما يطلعش منها، وتصور وتعمل برنت سكرين ان هو مثلا كاتب ارقام والمفروض يكتب حروف او العكس، وتطلع الايرو ده وتبرزه. اليوزر مثلا في الايميل مش كاتب الات، هو لازم يكتب الات، تكتبه غلط وتعمل برنت سكرين وتبين ان انت عامل الفاليديشن دي، بتفرق. خلاص يا جماعه. طبعا الريفرنس لازم يتعمل، مش بس محطوطه صوره ورا، لا معمول لها سيتيشن جوه. خلاص طيب ريمبر حاجات بقى مهمه لو سمحتوا، حاولوا يعني ايه تتذكروها، مفيش ريبورت كامل كمال لله، بس احنا بنبذل اقصى ايه ما في وسعنا. وطبعا مش اول فيرجن طبعا. والريتن ريبورت ار ذوز ويتش هاف جون ايه ثرو مالتيبل راوندز اوف ريفاينمنت، كذا فيرجن عندي ما بمسحش حاجه. خلاص بتيجي منين الريفاينمنت؟ انا قاعده اقراها مع نفسي بعد ما سبتها كام يوم عشان ما اقراش اللي في دماغي، اقرا اللي مكتوب اديها للايه للبير بتاعي او زميلي في الفريق. خلاص بتلف علينا شويه، ما نطمن عليها ونحس انها راضيين عنها ان شاء الله حتى بنسبه 80%، نبدا نديها للمشرف برضه وايه يدو هيز بارت اوف جوب، خلاص يراجعها ويبعتها لي وهكذا.
ما تبدأوش قبل التسليم بأسبوع، أول بأول يا جماعة، ابدأوا بالشابتر المريح بالنسبة لكم، خلاص السهل بالنسبة لكم، عشان تحسوا إن أنتوا عملتوا إنجاز وتكملوا. كل شابتر ليه قاعدة، ليه قاعدة في إيه، في ترتيب الأفكار اللي أساسها هتتحول لإيه، لسكاشن. خلاص بيقول لك each round of feedback takes about a week at least، خلاص بكتير أسبوع مش أكتر من كده، لو عرفتوا تبقى أقل من كده، لأن كل واحد إيه هيسيبه ويقراه بقى إيه لو هو اللي كاتبه يعني بعديها بيومين، بعدين نديها ايه يقعد فيها مثلا ايه يوم، يديها لزميله يقعد يوم، وهكذا. خلي بالكم ان ايه زميله ده بيبقى ممكن معاه تاسك تاني، يعني معاه ايه دروس تانية، قصدي كورسات تانية، معاش عنده شغل وعنده بيت وعنده حياته، يعني ايه يعني ما تزودوش الفترة وما تقللوهاش، يعني ايه خليكم ايه خير الامور الوسط، تمام. وخلي بالكم احنا ايه تايم اللمبة بتاعتنا اللي على طول منورة دي، الفيدباك شوت جو، هي دي بقى الستيج بتاعت الفيدباك، يو كريديت يور سيلف فولي وانس اند ريفايز ات، بعد ما تسيبها شويه لو انت اللي كاتب، اديها للبيرز عشان يقراها اللي هو زميلك في الفريق، خلاص ويديك فيدباك، خلاص. وحاول وانت يعني قبل ما تديها لزميلك وانت بتقراها تقراها بعين ناقده، مش ان انت اللي كاتب، لا ده ايه ده الجزئيه دي، لا دي مش واضحه، لا دي مش مظبوطه، لا الفيرب هنا ايه، لا مش على الفكره مش واضحه، لا ترتيب الافكار مش تمام، لا الصوره دي مش كويسه، لا الريزوليوشن بتاعتها وحشه، لا انا مش حاطط السيتيشن، تبقى ناقد، انت تنقد نفسك قبل ما ايه حد ينقدك، تمام. تديها لزميلك هيبدا برضو ايه يقراها ويديك الفيدباك وينقدك وتحسنه، وفي الاخر اخر مرحله يجي الانستراكتور او الادفايزر هياخدها برضو ويقول لك الايه النقط ان انت حضرتك محتاج تعدلها في الريبورت ده، وتبدا انت ايه تعدل، تمام، وترجع السايكل بقى ايه من اول وجديد، تمام. نعمل تشيك ليست بايه بقى، وات داز يور ريدر اوريدي نو، يعني انت خلي بالك انت بتكلم مين، مين الناس اللي انت بتقول لهم المشروع بتقدم لهم الايه الريبورت، ها، لا اعلي في الديتيل، لا اعلي في النولج قوي ولا اقلل في ايه ازود في الديتيل قوي، نوسط نفسنا، انا بقدم لمين، لدكاتره المفروض الليفل اوف ديتيل بتاعهم يكون ايه معقول، مش شرط يكونوا زي داخلين في التفاصيل بس ايه معقول، خلاص. لو بقدمه اليوزر، لا ده مش عارف حاجه، ابدا معاه من ايه من الصفر، وهكذا. What do you need to explain، هتشرح ايه، have you shown the examiner that you understand the material، اهم حاجه ان اللجنه تحس ان انتوا فاهمين السورفي عملتوه كويس، هاضمين الموضوع، فاهمين انتوا ايه، ايه المشكله، ايه المشروع، عشان يتاكدوا فعلا ان انتوا عملتوا ايه المشروع. Are your explanation clear and understandable، is any information missing، في حاجه ناقصه، خلاص دي تشيك ليست كده تعملوها، تمشوا عليها تك 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 تشوفوا ايه اللي معمول وايه اللي مش معمول وترجعوا تعملوه. هل في حاجات ايه متكرره كالعاده، زي ما كنا بنكتب برضو التعبير في ايه، بنقول فقره بنفس هي نفس الفكره بتاعت اللي قبليها بس ايه بنغير فيها، لا مش عايزين كده، ما يبقاش في ايه تكرار عشان نملى صفحه، خلاص يا جماعه. هل انت راجعت الكونتنت خلاص بتاعت كل شابتر، طيب الايدياز بالنسبه بقى للافكار، هاف يو انتروديوسد يور سبجكت ابروبريتلي، موضوع مهم، مشروعنا مهم، فلازم نناقشه بطريقه ايه يا جماعه ساينتفك، خلاص وطريقه واضحه، خلاص. Have you developed it in a well organized and logically way، هل في تناسق وترابط وكل فكره بتسلم للثانيه وكل شابتر بايه بيخليني يعني من كتر ما الموضوع شيق، وان انت عرضه بطريقه بسيطه ومش لازم نكلكع في اللغه ونيفر ذا ريسك ونوت اونلي وبط وكلام، لا ممكن بابسط كلام يشدني ويخليني اخلص، خلاص مش لازم نبقى كلنا نجيب محفوظ يعني. Have you come to a conclusion، هل فعلا ذكرت ايه الكونكلوجن بتاعك ووصلت في المشروع بتاعك لكونكلوجن اللي هي ايه نتيجه ولا لا، هل زي ما اتفقنا الافكار واضحه متناسقه وبتسلم بعضيها والموضوع ما فيهوش رتابه ولا فيه تكرار، خلاص. شكرا يا جماعه، ان شاء الله المره الجايه هناخد ليكتشر 8، لان ليكتشر 7 دي خاصه بالجراماتيكال ميستيكس بتاعت يعني القواعد بقى ايه اللغويه بتاعت الانجليش، الكومه والحاجات دي، دي انتوا تقروها عشان لما تيجوا تكتبوا، انتوا مش مطالبين بيها في الامتحان، بس يا ريت قبل ما تيجوا تكتبوا الريبورت تبصوا على ليكتشر 7، ان شاء الله المره الجايه هناخد ليكتشر 8. شكرا يا جماعه والسلام عليكم.